سحورنا حق اليوم كبسة ما فيه ألذ منها. بنتبل صدور الدجاج، تبون الدجاج عادي حطوه، بس أنا بستخدم صدور الدجاج أسرع. بعد ما شلت زوايد الشحم اللي من صدور الدجاج ونظفتها، بضيف لها الآن كزبرة مفرومة والبقدونس مفروم، بهارات مشكلة هالحين أقول لكم إياها، وثوم طبعا، وعندي هنا فلفل أخضر مهروس، وعندي هنا عاد بهارات مشكلة كثيرة بس أني حطيتها كلها بصحن واحد من العجز، ملح وفلفل أسود وبابريكا وبودرة الثوم وبودرة البصل وشبعت وكزبرة ناشفة، وعندي هنا الثوم. بخلط كل هالأشياء هذه مع بعض وأخلي الدجاج يتشرب فيها، وبخليها تقريبا ساعتين. بدعك صدور الدجاج بهالتتبيلة هذه، من ريحتها اصلا ما شاء الله بدأت تعجعج، بتركها فيها ساعتين بالثلاجة وبعدين نكمل، تونا بدري وبعدين نكمل عاد سحورنا. حطيت بالقدر هنا شوي زيت وقطعة زبدة. ليش زدت الدهون؟ لان الدجاج ما فيها اي دهون، تعرفون الصدور دائما دهونها قليلة، بخليها لحد ما تسخن مرة وبعدين بضيف عليها البهارات العدل. سخنت زبدتنا قبل عاد ما تحترق، نضيف لها البهارات العدلة، ورق الغار والدارسين، نجمة اليانسون والهيل الهندي والهيل العادي، الفلفل الحار، قلبهم لحد ما تطلع ريحتها. الآن قطع الدجاج مع التتبيلة حقتها، يعني لا تخلوا التتبيلة بالصينية كلها، نزليها، نزلي التتبيلة نزليها وحركيها كلها مع بعض، وقلبي كلها زين مع بعض. بس لو تشمون الريحة، لو اسنان في خاصية انكم تشمون الريحة وتذوقون ثاني لون. تغير لون الدجاج الان، قطع الدجاج تغيرت لونه الابيض، اضيف لها صلصة عاد على حسب ترى كمية الرز اللي انتم تصلحون، انا بحط نص علبة صلصة وبتركها تقريبا على نار هادية 10 دقائق. بدأت تضح لكم الريحة ولا لا؟ الحين نضيف رز مغسول طبعا ومنقوع بخل وملح، واضيف عليه الحين الموية الحارة. بسم الله، بضيف الماية الحارة عاد وبتركه على نار، لا هي بالهادية ولا هي بالعالية، المدة تقريبا ربع ساعة، وبعدين نهدي النار بعد نص ساعة ثانية. عبد مي بمغرية صح؟ يلا كل واحدة تقوم تشب على سحورها وترسل لي تطبيقها، انتظركم.